يا الزعيم يا الزعيم يا الزعيم يا الزعيم كلكم تعرفونا هذا الزعيم اللي حضر ابيض حلو لونه لونه سحر كل البشر للسد. عاد الزعيم
عاد الزعيم السعودي الهلال على بختكور، وعاد الزعيم القطري على الفيتشي. نعم قد تكون هي ليلة عودة الزعماء. هناك العين في الشوط الأول كان متعادل 1-1 مع أصفار الإيراني، أكيد نتمنى له الانتصار. 2-0 للسد، تقدم نيفيتشي، تواجدت المساحات، وجدت الثغرات، كان العقرب والأقرب، راوغ النجم الكبير باليمين، مسجل بالشمال، ويحط هدف آخر جمال، ويعيد السد إلى نغمة الانتصارات من جديد. عاد الزعيم، نعم عاد الزعيم، ونتمنى أن تستمر العودة إن شاء الله. مش معقول العرب مش هيسجل، مش معقول العرب هيكون بعيد، العرب اقرب، فعلا هو الاقرب، عملها العقرب البرازيلي، عملها البرازيلي، عملها النجم الكبير وسام وإيمرسون العقرب، لابد ان يكون الاقرب. شوف العلاقه، شوف الحب يا جماعه ما بين دوري وإيمرسون، فرص يسجل ليه؟ تراوغ باليمين، صوب بالشمال، حطها على اليمين، يا جماله يا جماله، بشماله حطها له، اختراقه زكاوي سجاوي، الله على لونه يلعب ويتفنى، تشهد له فنونه زكاوي سجاوي، الله على لونه تشهد له فنونه زكاوي سجاوي، سداوي سداوي، الله على لونه يلعب ويتفنن، تشهد له فنونه سداوي سداوي، الله على لونه يلعب ويتفنن، تشهد له فنونه سداوي سداوي.